المجهودات المبذولة النتائج غير مرضية، وخاص إعادة النظر في السياسة الموجهة للقطاع. كنتسائل اليوم بأي بنية تحتية استشفائية وبأي موارد بشرية غادي ننجحوا ورش التغطية الصحية. هناك نقص كبير في الأطباء والممرضين والأطر الإدارية، نقص مهول في أعوان الحراسة والنظافة. إلا كنتو كتقول الأطباء كتهاجر هاد الفئة، ما كتهاجر السيد الوزير، ولكن ما كيناش في المستوصفات. هناك نقص في الأدوية، أدوية السكري، الضغط الدموي، أدوية المستعجلات، راه هي اللي كتنقص الضغط على المستشفيات. أما النقص في التجهيزات فحديت ولا حرج. واش كتعرفوا السيد الوزير باللي كتقطع الضوء بالليل، المولدات كيضطروا يكملوا عمليات الولاده بالبيل ديال الهواتف في غياب المولدات الكهربائيه. اما نقص كذلك نقص في سيارات الاسعاف، السيارات التابعه لوزارتكم السيد الوزير، اما في وضعيه مزريه واما بدون سائق. شكرا سيده النائبه، هل هناك من تعقيب اضافي؟